السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبي قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأبارك لكم حلول شهر شعبان المعظم، هذا الشهر العظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على حقه ويوفقنا فيه لطاعته. كما وأبارك لكم حلول ذكرى مواليد أبطال كربلاء، وهو اسم على مسمى، اسم جميل فعلا، يعني يناسب المناسبة، وقد جمع الله تبارك وتعالى مواليدهم مقترنا في هذه الأيام المباركة بحسب ما ورد في بعض الروايات. إجمالا نتحدث في هذه الليلة بموضوع يناسب الذكرى، يرتبط بالإصلاح في الأمة، ونبدأ بقول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. في الحقيقة الإصلاح عنوان عريض في الإسلام، وله حضور واسع في النصوص الإسلامية على مستوى القرآن الكريم وعلى مستوى الأحاديث الشريفة التي وردتنا ووصلتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت. والإصلاح مفهوم يستوعب كل غايات وأغراض ومقاصد أديان الله تبارك وتعالى، خصوصا الدين الإسلامي. من هنا حكى القرآن الكريم عن نبي الله شعيب عندما كان يقوم بوظيفة الإصلاح في الأمة، وكانوا يواجهونه بالعناد والاعتراض والتحدي، وكان يقول لهم: هذه وظيفتي في الحياة، والغاية الكبرى التي أطمح أن أقوم بها بما يجعلني قريبا من الله تبارك وتعالى. إنما أريد الآية الكريمة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الآية الكريمة حصرت وظيفته بحسب ما حكت عنه في الإصلاح. الإصلاح أكبر غايات الديانات الإسلامية وأهم مقاصد الشريعة، وهو لا يقف عند حد. الإصلاح يستوعب الوجود، كل الوجود، فإن الذي يقابل الإصلاح الإفساد. الشيء إن لم يكن صالحا فيكون فاسدا لا قيمة له. الإصلاح هو الذي يجعل الشيء ذا قيمة ويتعلق بكل شيء. هذا الوجود قيمته في كونه صالحا على مستوى التكوين، الله تبارك وتعالى تكفل بصلاح هذا الكون
يقول الله تبارك وتعالى في سورة تبارك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ما في خلل، ما في عيب، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن هنا يدل هذا الخلق المتقن على عظمة الخالق تبارك وتعالى، الخالق العظيم، الخالق الحكيم، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا الإله الحق الذي على العباد أن يتوجهوا إليه خضوعا خشوعا عبادة إخلاصا، وهو زيادة على ما خلق وأنعم ورزق. هو كفيل بأن يجازي العابدين المخلصين الصادقين في تعاملهم مع الله تبارك وتعالى، قادر على أن يجازيهم الجزاء الذي يضمن لهم سعادتهم، كرامتهم، نجاتهم. هذا مظهر من مظاهر الصلاح والإصلاح على مستوى الكون. الإصلاح يستوعب الأرض، يستوعب البحر، يستوعب الجو، يستوعب الشجر، يستوعب الحجر، يستوعب المدر، يستوعب كل شيء في هذا الوجود. إن لم يكن فيه صفة الإصلاح لا قيمة له. قيمة الشيء بصلاحه. وأهم ما يجب تركيز الاعتناء عليه لإصلاحه في هذا الوجود هو الإنسان. الإنسان وهو المخلوق الذي كرمه الله تبارك وتعالى وجعله على قائمة الموجودات، وجعل بقية المخلوقات في خدمة هذا الإنسان. اللازم أن يكون هذا الإنسان صالحا على مستواه الفردي، على مستواه الأسري، على مستواه الاجتماعي، على مستواه العالمي. وهذا مقصد وغاية من الغايات الكبرى لخلق الإنسان في هذه الحياة، أن يكون صالحا، أن يكون مهتديا، أن يكون على خط الاستقامة. والله تبارك وتعالى لم يترك الإنسان رغم أنه جعل له الاختيار حتى يكون مسؤولا عن خياراته في هذه الحياة، إن خيرا وإن شر. لم يتركه حائرا في إصلاح نفسه وفي اختياره وأخذه طريق الاستقامة. الله تبارك وتعالى مهد لهذا الإنسان وسهل عليه أن يسلك طريق إصلاح نفسه على مستوى العقل وعلى مستوى الفطرة وعلى مستوى البعث وعلى مستوى الوحي وعلى مستوى بعث الأنبياء والرسل، على مستوى ما حبب الله تبارك وتعالى لهذا العبد من طريق الخير، طريق الإيمان. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
كلها تسهيلات حتى يكون الإنسان في تجربته الحياتية التي هي واحدة ما تتغير ما تتكرر ما تتثنى. هي تجربة الله تبارك وتعالى خليها بين إيدك بين يديك، وعليك أن لا تفرط، فإن مصيرك يرتبط بهذه التجربة لك في الحياة. ويفترض مع كل هذه التسهيلات أن سلوك طريق الإصلاح والهداية والاستقامة لا يتجاوزه أحد من البشر، افترض هكذا. ومن هنا الذي ينحرف عن هذا الطريق الحجة قائمة عليه، حجة لا واحدة لا ثنتين لا أشهر، عقل وفطرة ورسل وأنبياء وعلماء وقرآن وتذكير وعبر وعظة، ومع هذا كثير من الناس انحرفوا عن طريق الهداية والاستقامة ولم يجاهدوا أنفسهم ويجعلونها على خط الصلاح. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والحسافة وأسف في الحقيقة يوجب اعتصار القلب. ومن هنا رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله كيف أنه يعيش حسرة على ضلال من يراه ضالا من أمته لرقة قلبه صلى الله عليه وآله، وحبه أن يكون كل فرد من هذه الأمة بل من البشر من الناجين والسعداء والمهتدين الذين يعيشون في ظل الله تبارك وتعالى وتحت تعاليم شرعه الأقدس. ولكن مع الأسف كثير من الناس لشقائهم وسوء اختيارهم يأخذون طريقا منحرفا بعيدا عن الله، بعيدا عن دينه، عن تعاليم رسله وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا لابد من حركات تعويضية. إذا الناس مو من طيبهم يختارون طريق الإصلاح والهداية والاستقامة، الله تبارك وتعالى يفتح لهم طرق حتى لا يعم الضلال ولا يعم الانحراف. طبعا من أهم أسباب انحراف العباد إن بعض الناس الذين يفترض بأن طريق الهداية ميسر أمامهم لم يسلكوا طريق الهداية بل سلكوا طريق الغواية والضلال، وشكلوا لأنفسهم جبهات مضادة من خلالها أضلوا عباد الله وحرفوا طريقهم عن الالتحام بحركة الأنبياء والرسل. ومن هنا الضلال والانحراف سببه هؤلاء الطغاة بالدرجة الأولى، كبارا كانوا أو صغارا. الحركة التعويضية تتمثل في ثورات الإصلاح الإلهية التي فرضها الله تبارك وتعالى على رسله وأنبيائه وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم بمقدار ما يتاح لهم من فرصة وإمكانية أن يفجروا هذه الثورات، ثورات إلهية إصلاحية. وأكبر ثورة شهدها التاريخ وكان لها عطاء متدفق لاحب مستمر متواصل شامل عميم، ثورة أبي الأحرار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه.
هذه الثورة المباركة التي وقعت في أرض كربلاء انطلاقا، ولكن لا لكي تبقى محصورة في أرض كربلاء أو في أرض العراق بلاد العراق أو في البلدان الإسلامية، وإنما لتطبق الدنيا كل الدنيا، تحمل معها الهدى، تأخذ بالناس إلى طريق الاستقامة والفلاح والصلاح. هي سفينة تتحرك وتجوب الدنيا لتحمل على ظهرها كل لتحمل على ظهرها كل من يرغب في أن يكون في ركب الصلحاء والمهتدين. هذه نهضة الحسين عليه السلام، وهذه ثورته. يلزمنا تجاه هذه الثورة الإصلاحية، هذه النهضة المباركة، مسؤوليات كثر. أنا أذكر مسؤوليتين تجاه نهضة أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه. الوظيفة والمسؤولية الأولى تتمثل في وظيفة الانتماء والتشيع النظري لمفجر هذه النهضة، وهو الإمام الحسين عليه السلام، ممثلا لخط الحق، ممثلا لأهل البيت عليهم السلام. هذه الوظيفة علينا تجاهها أن نتعرف على أهل البيت عليهم السلام. من هم أهل البيت؟ نعتقد بمقامهم الإلهي، منزلتهم عند الله، منزلتهم عند الله تبارك وتعالى، بشكل عام الاعتقاد بإمامتهم، ولايتهم، وجوب طاعتهم، أنهم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه كلها مقامات دلت عليها الأدلة القطعية. وهذه الوظيفة مسؤول عنها كل البشر، وسوف يسأل الله تبارك وتعالى العباد عنها. بالنسبة إلينا هذه الوظيفة شبه جاهزة، حيث أننا خلقنا الله تبارك وتعالى في بيئة تنتمي إلى أهل البيت، توالي أهل البيت، تدين إلى أهل البيت عليهم السلام بالولاية والطاعة والمحبة. فهذه العقيدة وهي تكليف علينا، سهل الله تبارك وتعالى علينا القيام بها، وهذه من نعم الله علينا. وش احنا مسوين حتى اجتبانا الله تبارك وتعالى واصطفانا بهذا التشريف العظيم؟ ولكن تبقى هي مسؤولية مضاعفة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما ازداد حق الله على عبد إلا ما ازدادت نعم الله على عبد، وأي نعمة أكبر من نعمة الولاية؟ إلا ازداد حق الله عليه عظما. لا تخلي روحك ويا إنسان عايش في بيئة معادية لأهل البيت، ذاك مسؤول عن ولاية أهل البيت وانت مسؤول عن ولاية أهل البيت، بس انت على البارز جدتك هذه الولاية، لا تفرط فيها، ترى المسؤولية أعظم والحساب أدق وأشد عليك. هذه الوظيفة الأولى. ننتقل إلى الوظيفة الثانية،
وهي وظيفة الانتماء والتشيع العملي لأهل البيت عليهم السلام ولهذه النهضة المباركة. لا نقتصر على معرفة أهل البيت، حب أهل البيت، حب الحسين عليه السلام، إحياء نهضة كربلاء، البكاء على الحسين، هذا شيء مطلوب بل هو من الفروض على الأمة، ولكن يبقى ليس هو الوظيفة الوحيدة، توجد بإزاء ذلك وظيفة أخرى لا تقل أهمية عن تلك الوظيفة، عبارة عن وظيفة عملية، وظيفة حركية، وظيفة تثبت تفاعلي وتفاني وأني أتفانى في هذا الحب وهذا الولاء، وأنه ليس ولاء قشريا وليست محبة فقط على الشفاه، وإنما هي محبة تتفاعل مع الروح، مع الباطن، مع المشاعر، محبة صادقة، ولاء صادق لأهل البيت عليهم السلام، لابد من ترجمته من خلال الوظيفة العملية التي تتمثل بالاقتداء بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحيث أن أهل البيت لا يمتلكون مشروعا آخر غير مشروع الإسلام، إذا نقول التشيع لأهل البيت، التشيع لأهل البيت ليس شيئا آخر غير الإسلام. التشيع هو عبارة عن الطريق الذي يدخلنا الإسلام من بوابة القرآن والعترة، وعلينا أن ننفتح على كل تعاليم الإسلام ونتفاعل مع كل أحكام الإسلام ونعقد عقولنا وقلوبنا وأرواحنا على كل عقائد الإسلام الحقة، وهذا مجال علينا أن نجد فيه، وبمقدار ما نجد في هذا الطريق، بمقدار ما نثبت لنا درجة متقدمة في تشيعنا لأهل البيت عليهم السلام. أنا بقدر ما أطيع الله تبارك وتعالى وأتفانى في خدمة دينه وأدافع عن مقدسات هذا الدين العظيم وأقدر جهود رسول الله صلى الله عليه وآله التي بذلها لأجل هدايتي وهداية البشر، بقدر ما أكون قد حزت درجة متقدمة في التشيع لأهل البيت عليهم السلام. وهذا مجال واسع، قلت بأنه يجعلنا ننفتح على كل أحكام، عقائد، أخلاق، تعاليم الإسلام. هذه الوظائف على قسمين، أنا أحاول أختصر، وظائف فردية ولا بد أن تكون في ظل الإسلام. وظائف فردية مثل شنو؟ ابتداء بالملبس، بالمأكل، بالمشرب، تسريحة الشعر، وسائل التجميل، الأمور الشخصية التي يعتبرها الإنسان بأنها من خصوصياته والتي يحاول النهج الليبرالي أن يجعل للإنسان الحق المطلق فيها، لا، لا يوجد حق مطلق حتى على مستوى الوظائف الشخصية، إحنا عبيد إلى الله، في خصوص الوظائف الاجتماعية، خصوص المسجد، إحنا عبيد إلى الله، لو إحنا عبيد إلى الله في كل منعطف من منعطفات حياتنا، كل جزئية من جزئيات حياتنا. وش معناته أن أقول تسريحة الشعر لابد أن ألاحظها أنها تنسجم مع نهج أهل البيت أو ما تنسجم؟ حق من حقوق الله تبارك وتعالى.
إذا في تكليف معين يتعلق بهذا العمل الشخصي، الشرع يقول لي هل كذي؟ أنا مالي أخذ أسلوب آخر أو طريقة أخرى، الملبس، المأكل، اختيار الأصدقاء، هذه كلها لابد أن تكون خاضعة للضوابط والتعاليم الدينية الإسلامية وفق القرآن الكريم ونهج أهل البيت عليهم السلام، وإلا ما أكون أنا متشيع إلى أهل البيت تشيعا، ما أخرج من التشيع، أبقى متشيع لأهل البيت لكن تشيع ناقص، أدعي حب أهل البيت ولا إلى أهل البيت لكن على مستوى الطاعة عندي فتور وعندي مزاجية وعندي حب اتباع هوى ورغبات شخصية، أنا محاصر، وهذا يقلل من درجة تشيعي وانتمائي إلى أهل البيت عليهم السلام. في القضايا الشخصية والوظائف الشخصية أيضا، الوظائف ذات المستوى العام اجتماعية كانت أو سياسية أو بأي مستوى من المستويات العامة، فتوجد مجموعة من الوظائف على هذا المستوى وعلينا أن نهتم بها ونجد في متابعة القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام حتى نسجل لأنفسنا درجات متقدمة في الانتماء والتشيع لأهل البيت عليهم السلام. من ذلك مثلا الاهتمام بالقرآن، القرآن الكريم كم أوصى أهل البيت بالقرآن الكريم على مستوى التلاوة، على مستوى العمل، على مستوى التدبر، على مستوى التعظيم والاحترام، وأنا فرد من شيعة أهل البيت، ما مستوى تفاعلي مع هذه الوصايا التي أوصانا بها أهل البيت عليهم السلام تجاه القرآن الكريم؟ مثال آخر، العبادات ذات الطابع الجماعي وعلى رأسها صلاة الجماعة، الصلاة في المسجد وصلاة الجماعة، الصلاة تكليف إلهي، اللي يتخلف عن هذا التكليف الإلهي منحرف بهذا المستوى، اللي ما يصلي منحرف وعليه مسؤولية خطيرة يحاسب عليها، وتعلمون أن الصلاة عمود الدين، وحتى أهل البيت اللي إليهم شفاعة كبرى يطمح فيها كل أحد يوم القيامة أخبرونا وأكدوا علينا بأن شفاعتهم لا تنال مستخفا بصلاته، من الشيعة اللي ما يصلي من الشيعة شفاعة الحسين مشبوزة منها. الصلاة أساس، بس الصلاة لها مراتب، الآن أنا أصلي، اختياري للمرتبة في أدائي للصلاة يحدد مستوى انتمائي وتشيعي وارتباطي بالإمام الحسين عليه السلام. صلاتي في البيت مجزية ومبرئة للذمة، ولكن تعطيني درجة، أن أهل البيت قالوا مو تصلي في البيت، تصلي في المسجد، تطلع من بيتك وتصلي في المسجد، عندك شغل، عندك ارتباط، لا تخلي التزاماتك الأخرى أهميتها أكثر من الصلاة في المسجد، أكثر من اهتمامك بالصلاة في المسجد. رتب وضعك، سولك برنامج يجعل إلك الصلاة في المسجد جماعة إليها قيمتها وأهميتها واحترامها، ولا تخليها على الفضيل
والوقت اللي أكون كلش فارغ وما عندي أي التزام آخر أجي إلى المسجد وأؤدي الصلاة جماعة. وكثير من الأشخاص لعلهم تعودوا على ترك صلاة الجماعة بحيث أنهم استوحشوا منها، حتى إذا عندهم مجال وما في عائق أو مانع ما يحضر. وأقول من المعيب أن مسجد في وسط قرية عدد سكانها لا يقلون عن 1000 نسمة، هذا ما في قرية ما فيها 1000 نسمة يعني، الحمد لله. الذي يحضر المسجد عدد لا يتجاوز 20 شخص، هناك معذور وعذره مقبول عند الله، لكن هذا العذر ينطبق على كم؟ هذه الوظيفة التي يرى البعض أنها وظيفة هامشية وليست لها تلك الأهمية، هي تحدد درجتي ومستوى انتمائي للحسين ولأهل البيت عليهم السلام. لها دور ولها دخل في ذلك. الوظائف الأخرى المتعلقة بصلة الرحم، بر الوالدين، حسن الجوار، كلها من الإسلام وكلها دعا إليها أهل البيت عليهم السلام. ليس عندهم شيء آخر غير الإسلام. أهل البيت تقدموا على مستوى العقيدة والأخلاق والعمل إسلاميا، وهم قدوتنا في ذلك، وهم يدعون حتى نحتل يعني مراتب مشرفة يوم القيامة. نبيض، خلونا نبيض وجه أهل البيت عليهم السلام ونحن ننتمي إليهم. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أنكم لا تقدرون على ذلك؟ معذورين إحنا أن نصل إلى درجة ومقام أمير المؤمنين، لا نحلم ولا نحاول أصلا لأن هذا مستحيل، لكن لا يسقط عنا التكليف، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد في تكليف على اتجاه انتمائنا إلى أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة إلى التكاليف الإسلامية هذا تكليف يصير. يا جميل، إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. ما يصير مشروع يفتح باسم الإسلام، مشروع أصيل في الإسلام، وأنا أشوفه مشروع ضعيف هزيل وما أسعى وأجد لتقويته. وظائف التكافل في المجتمع، وقوف القوي إلى جنب الضعيف، الغني إلى جنب الفقير في المجتمع، هذا مستوى كبير يحدد في انتمائنا إلى يحدد انتمائنا إلى أهل البيت ويحدد درجتنا عند أهل البيت عليهم السلام. مذاك الرجل يقول للإمام الصادق عليه السلام: نحن من شيعتكم. فيقول له: ما مستوى إعانة الغني للفقير والقوي للضعيف؟ قال: قليل يا ابن رسول الله. قال: أنتم لستم لنا بشيعة. مضمون رواية شريفة عن الإمام الصادق عليه: أنتم لستم يعني لستم شيعة كاملين لنا. من أراد أن يكون تشيعه وانتماؤه لأهل البيت، وهو انتماء حق وصادق كاملا، مرآة ذلك أن يكون جادا
ومسارعا في القيام بوظائفه تجاه الإسلام على المستوى الفردي وعلى مستوى الاجتماعي. ولا نسمح إلى مشاريع الإسلام تهزل وتضعف في قرانا ومناطقنا، سواء مشاريع خيرية، مشاريع تعليمية. وتعرفون أهل البيت أي قد اهتموا بالعلم ودعوا إلى مشاريع التعليم، خصوصا مشاريع التعليم الديني في القرى، لا تصير ضعيفة. آباء وأمهات وشباب وأولاد، على الجميع أن يقوي هذه المشاريع. هاي تنضج ثقافتنا الإسلامية، تقوي عقيدتنا، خصوصا في هذا الزمن العقيدة جاية تضرب. اللي يبتعد عن هذه الأجواء يهدد دينه، يهدد التزامه، ونحن نرى انحرافات تتفشى هنا وهناك. إذن علينا أن نهتم ونجد ونجتهد في القيام بوظائفنا الدينية، فردية كانت أو اجتماعية، فإن ذلك بمقداره نكون قريبين من أهل البيت عليهم السلام، وتشيعنا يكون أصيلا وقويا بمقدار ما نقوي علاقتنا بوظائفنا الشرعية. فإني أقول وأكرر أن التشيع لأهل البيت ليس شيئا آخر غير الإسلام بتفاصيله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المنتمين انتماء صادقا لأهل البيت عليهم السلام، نظريا وعمليا، قولا وفعلا. ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ذلك، وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، سيما شيخنا المجاهد. اللهم اجعل عبدك وابن عبديك شيخنا الوالد في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعل المرابطين والمجاهدين في سبيلك في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين والصهاينة والتكفيريين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا. اللهم ارحم علماءنا الماضين وشهداءنا الأبرار وموتى المؤمنين والمؤمنات برحمتك الواسعة. إلى أرواح من مضى من علمائنا ومن فاز بالشهادة من شهدائنا، ولأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.